كوداري كنتفرج في الماتش ديال الوداد اغلبيه ديالهم في التيرا. عندي واحد تساؤل زعما بخيط الاتجاهات. واحد العامين دابا كان الماتش ديال الوداد في تشامبيونز ليغ كتبط ابطال افريقيا مع بيل وداد. نعم. وهذاك الماتش كان في رمضان ولافي كان الماتش ديال الرجاء حتى هما. الو حنا جينا نتفرجوا في الماتش ديال الفريق ديالنا المفضل تلقاو الازبال بارتو. الو دابا حنا جايين مخلصين تذكره كتوصل ديفو حتى 150 درهم. نعم. باش نجيو نجلسوا وسط الازبال حاشاك. نعم. الو هذه نقطه اخرى عندنا نوت بروبليم واننا من فوق كيتلونساو التذاكر في لو سيت كازاوي. حنا تنديروا لي ديمارش ديالنا وكندخلوا باش ندخلوا لا فيل داتونت باش ناخذوا لي تيكي. دي فوا ساجور نهار او يومين وفي الاخر لي تيكي كيتسالوا في 10 ديال الدقائق. لي زون لا زون دو دي فوا كتوصل لو بري ديالها حتى 250 درهم 300 درهم مارشي نوار كيوصل حتى 1000 درهم وفي الاخر ملي كتدخل هاد لو تيغا وضارب شي ودرتي عناء طويل باش توصل وتدخل للتيرا كتبغي شي حاجه كما غير لي تواليت. الوغ لي تواليت في تيرا محمد الخميس انا بارلون با لي تواليت الا خصك تجي فريمون حابسه فهمتيني ما خصك تعول على راسك غادي تدخل طوالت في التيران محمد الخان. نعم هذا مشكل كبير. مشكل واحد اخر وان في الباب ديال التيران كيحبسونا ما ندخلوش قراعي ديال الماء الوغ كي كندخلوا للتيران كنلقاهم كيبيعوهم ب 30 درهم 40 درهم. هذا مشكل قبيله كمال قال لينا 10 دراهم لا كتوصل حتى 50 درهم القراعي ديال 3 درهم كتوصل 30 درهم. نعم كريم والله الا هادشي كله اللي كتقول الا مهم وانا كان يعني كنرحب بك معنا في صوت الناس على راديو اصوات ونعطيو الكلمه للسي جواهري ولو انه هناك نقاط اللي ديجا جاوبنا عليها كريم ولكن نعاودوا نرجعوا لها وباختصار. الو بالنسبه للسي كريم مرحبا بك ومن خلال كذلك تنرحبوا بالوداديين باش ما يبقاش فيهم الحال دابا جايبين التعادل الرجاويين البيضاويين. الو غير باش نوضح لك فيما يخص التذاكر فحنايا ملي تنعرضوهم كنا تنعرضوهم لان دابا هادشي يعني غادي نهضروا عليه في السابق كنا تنعرضوهم في كازاوي فراك عارف بان او نيفو ديال ان سيت de commerce qui est l'offre et la demande. Quand la demande dépasse l'offre, bah automatiquement il y a une file d'attente et il y a énormément de demandes qui fait que on peut pas les satisfaire d'un seul coup, donc ça prend du temps. Tadakir bon ou delik ana lahat واخا ماشي هذاك فالمباريات الاخيره كلها لما كنا تنعرضوا يعني التذاكر ديال الوداد ف اغلبيتهم كانوا دايور داكشي علاش كنا الى عقلتي كنا تنديروا دي دوتاسيون جورناليير يعني تنديروا حصه ديال اليوم باش نعطيو الفرصه لوحدين اخرين الحصه اخرى تنخليوها حتى لوندما داكشي علاش كنا تنحطوا اغلبيه الاوقات نبداو المبيعات ديال التذاكر 4 ايام او 5 ايام قبل الوقت باش نخليو الفرصه للجميع يقتني التذكره. فيما يخص الاثمنه اللي خصنا نعرفوا وهذه ديما كنقولها ونعاود نقولها واخا دابا فات عليها الحال بان التذاكر الاثمنه ديال التذاكر فالنوادي هي اللي تتحدد الأثمنة ديالها يعني فريق الرجاء هو اللي تحدد مثلا 50 درهم في الغداء ولا 30 درهم والوداد كذلك يعني الأثمنة ماشي حنا اللي يعني ماشي الشركة هي اللي تتحددها ولكن يعني الفريق المستقبل هو اللي تيحدد الأثمنة. فيما يخص هذه القضية ديال لي بوتي راني كيف شرحت الاخ كمال اللي داز يلاه عاد بعد قبل منك شي شويه فداك لو فيت انه تنحيدوا ان الامن تحيد القراعي الماء للجمهور فهذاك من 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 للاسف الشديد فهما كانوا مضطرين يوصلوا لهذا القرار بحال هذا او لهذه القضيه لانه للاسف الشديد بعض المتفرجين كانوا تيستعملوا هذوك القراعي كسلاح تيبداو يضربوا به تيعمروا حاشاك بشي حوايج ماشي هما دوك ويضربوا بهم لي زاربيتر ولا لي جوار ولا اللي يضربوا بهم يضربوا بيناتهم فللاسف الشديد هذا هو اللي جعل الى عقلتي راه ميم لي فوندور هذوك الاكريديتي اللي كانوا تيبيعوا الماء في الغادان فتيبيعوا كنا واحد الوقيته حتى هما ما بقاوش عندهم الحق يستعملوا القرايه فتيستعملوا داك الكيسان ديال الكاغيت باش. ولكن كريم راه هضرت هو على الثمن النقطه اللي قبيله طرحت عليك السؤال كيف يعقل انه يعني الثمن بالنسبه للثمن فكازا ايفنت ما عندهاش شي دخل في الثمن اللي تيحدوه ولكن ما فيها بس مراقبه ولكن
نعم سيدي تفضل سي كريم تفضل. دابا قلتي كوم كوا الانديه هما اللي كي اللي كيحددوا لو بري ديال لو تيكي ديال التريبون ولا لا بيلوز ايتترا. دابا حنا كنخلصوا حنا نقدروا نخلصوا حتى 3000 درهم بوغ لا بلاص وندخلوا نتفرجوا في الفريق ديالنا المفضل حنا ما عندناش مشكل. ولكن المشكل هو ملي كتخلص هذيك لو بري بلانفورت لو بري كيف ما بغى يكون 10 20 30 120 درهم او ما تلقى واحد الفضاء اللي نقي اللي غادي تفرج فيه مع وليداتك ولا مع راسك ولا مع الاصدقاء ديالك. هذاك سميتو متنفس هذاك سميتو متنفس تيرا استاذ محمد خلينا حنا كنمشيو ليه ملي كانت عندنا 10 سنين. الوغ دابا اللي فريمون حنا في 2023 مازال ما تلقاوش فضاء نقي اللي نقدروا نجلسوا في بلاصه نقيه نتفرجوا في بلاصه نقيه مع ناس فريمون نقيين. حنا ما نهضروش الجمهور كيكون مخلط حنا زاد ما عندناش فيه دخل ولكن اوموان ندخل لقى كل شيء. سي كريم سي كريم نقيه لقى دي تواليت لقى فهمتي امبيانات لقى وليديك ما تخليه وجهه لقى فهمتي هادو اقل حاجه اللي نقدروا نهضروا عليها. هذا اقل حاجه الواحد المواطن يقدر يهضر عليها. انا متفق معك والله العظيم الا متفقين معك. انا احنا متفقين معك مليون في المية سي كريم. هذه الحرقه راه كاينه هذا الشيء اللي كاين وحنا يعني هذه حرقه بالنسبه للجمهور وحرقه اكثر بالنسبه لشي واحد اللي كان مسؤول على هذا المركب. ولكن شوف انا ديما تنقول الامام الامل في الامام ان شاء الله الرحمن الرحيم. ها هو دابا المركب عاوتاني غادي يخدع ان شاء الله باذن الله للتاهيل وتنظن بانه المباريات اللي غادي تجي تحضروا لها من بعد ما يتم التأهيل ديالو غادي تكون تستجب لهاد الشروط اللي دويتي عليها واللي هي يعني معقوله.